خرطوم عبر سكايب. ينضم إلينا محي الدين جبريل مراسل الغد. محي الدين، أفدتنا بأنه قبل قليل حركة رياك مشار قامت بتوقيع اتفاق سلام نهائي بالأحرف الأولى مع حكومة جنوب السودان. تفاصيل ذلك وأهمية هذا الإنجاز. استفهام هذه الخطوة تعني أنه فعليا أو كما قال وزير الخارجية السوداني قبل دقائق، كان من الآن إلى جولات التفاوض بين حكومة جنوب السودان والمجموعات المتمردة قد اختتمت في الخرطوم. تبقت فقط ملاحظات قدمتها حركة المشار إضافة إلى مجموعة ساوة التي تضم 8 مجموعات فصائل متمردة أخرى. قال وزيرا ربما سيتم نقاشها في اجتماع وزراء في اجتماع رؤساء الإنجاز الذي سيعقد في الخرطوم في مرحلة مقبلة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة. هذه الخطوة أيضا تعني أن الإيجاد والوسيط السوداني سيقومون بالصياغة النهائية لاتفاق سلام جنوب السودان المكون من 3 ملفات. بالتالي قد تم حسمها جميعها والاتفاق أو التوافق عليها. النقاط المثارة محل الجدل من رياك مشار الذي وافق على تأجيلها هي مجرد مقترحات تقدمت بها بعض الأطراف خارج إطار تفويض الإيجاد على التفاوض عليها خلال هذه. طيب، هل كل الفصائل المعارضة والمتمردين وافقوا وقاموا بتوقيع هذا الاتفاق أم هناك فصائل أخرى؟ الآن بهذه الخطوة جميع الفصائل قد وقعت. المتمردون في جنوب السودان هم مجموعتان أساسيتان، المجموعة الأولى بقيادة رياك مشار وهي المجموعة الأكبر سياسيا وعسكريا، إضافة إلى تحالف ساوة الذي يضم 8 مجموعات متمردة أخرى، إضافة إلى مجموعة سياسية ثم مجموعة المعتقلين السابقين وهم من قادة الحركة الشعبية. جميعهم وقعوا ما عدا قيادي واحد هو موجود الآن في الولايات المتحدة الأمريكية باغان أموم، انتقد الخطوة وانتقد توقيع مندوب مجموعة المعتقلين وقع بين دانور وزير خارجية جنوب السودان السابق أيضا وقع. بالتالي جميع الفصائل هي وقعت على هذا الاتفاق مجرد انتقادات فقط من بعض الأطراف أو بعض القيادات التي توجد داخل هذه المجموعات، ولعل أبرزهم باغان أموم الأمين السابق الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان. بالتالي جميع الفصائل فعليا وقعت على هذه الاتفاقيات. محي الدين جبريل مراسل الغد، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من الخرطوم.